هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وهالمرة من عمايل ايد زوجة اخويا مو من ايدي، اللي هي كرات الباونتي بمكونين بسيطين كلش. ان شاء الله راح تشوفون الفيديو ويعجبكم، وخليكم وياي ونشوف الطريقة. قبل ما نروح على الفيديو لا تنسون باللايك والاشتراك، ولا تنسون تفعلون جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء جديد. يلا نروح. هنا أنا عندكم ملعقتين أكل كبيرة، نخلي من الحليب المكثف، تمام؟ أو اللي يحب حلا زايد شوية يكثر، هم حسب الرغبة مالتكم أنتو. وهنا أنا راح نخلي كوب من جوز الهند، طبعا تخلوه بالتدريج شوية شوية، تمزجون وهمين تضيفون، تمام؟ لحد ما تشوفوه شوية شوية يعني الحليب يموع ويبدي يتماسك بيه جوز الهند، فشوية شوية تضيفون الجوز الهند الباقي، تصير هيجي عجينة متماسكة اللي هي تقريبا بهالشكل هذا راح تكون. وهسه هنا راح نضيف لها نكهة جوز الهند، ملعقة كوب تقريبا، ينطيها نكهة وريحة طيبة. وراح منها تمزجوها بشكل زين، تخلوها هيك تتماسك واحدة ويا الثانية. وهنا صارت عندنا جاهزة. وهنا أنا موعنا نستلة خلينا لها شوية حليب أو مي بالميكروويف أو بالبخار بكيفكم، أنتوا تموعون أي نستلة تعجبكم. وراح هسه هنا نبدي، راح تبدي هي هنا تكور، تسويها على شكل كرات، وهنا هاي اول وحدة راح نغمسها بالشوكولا بهالطريقة. طبعا انا دا اصور بايد ودا اغمسها بايد، زين؟ فبعد ما غمسناها بالشوكولا راح نطلعها ونخليها بصحن التقديم. بهالشكل. وهاي هم ثاني وحدة دا تسويها. طبعا اذا شفت العجينة ما تكون متماسكة عادي يضيفوا لها شوية حليب مكثف، او اذا كانت تلزق ضيفوا لها شوية جوز الهند، وهيج يعني. وهنا هم هاي هم نغمسها بشكل زين. وهمين نطلعها ونخليها بصحن التقديم. وهكذا الباقي كله راح نسوي نفس الشيء، نفس الطريقة اللي شفتوها، نكورها ونغمسها بالنستلة أو الشوكولا ما يفرق، تمام؟ وتخلوها بهالشكل. وطبعا بعد ما نخلص المجموعة كليتها مثل ما شفتوا هنا، راح نبدي نزينها هسه. انصحكم تجربوها كلش طيبة، متأكدة راح تعجبكم، وكلش سهلة وما تاخذ وقت همينة من عندكم ولا مجهود. هسه هنا قسم زينتها هي بجوز الهند، وقسم راح تزينها بالشوكولا البيضة، تمام؟ وانتو بعد حسب رغبتكم شنو تحبون تزينوها، بكيفكم تزينوها بنستلة همينة، تزينوها بأي شيء انتو تحبوه، بالجوز بالفستق اللي يعجبكم انتو زينوا بي. وهذا الشكل النهائي إلي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، ينال رضاكم. طبعا اذا عجبكم الفيديو مالتها لا تنسون تخلوا لها اللايك وتشتركون بالقناة، ولا تنسوا تفعلون جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء جديد، وانتظروني فيديو قادم ان شاء الله. مع الف الف سلامة حبايب قلبي، باي باي.